أخوكم عادل المسلمان مهنا رئيس برنامج موهبة الإثرائي بمركز القصيم العلمي. نسعد في إدارة التعليم بمحافظة عنيزة باستضافة البرنامج موهبة الإثرائي تجسيدا للشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة موهبة. يعد مركز القصيم العلمي حاضرة لعلماء المستقبل وفق بيئة محفزة على الإبداع والابتكار. برنامج موهبة الإثرائي برنامج مخصص لطلبة الموهوبين، يقدم فيه برامج متنوعة وفق مسارات علمية وتطبيقية. مثل هذه البرامج النوعية تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعات قيادتنا الرشيدة في تمكين المواهب واستثمار العقل البشري وتنمية مواهب الوطن.